وعقب الاستماع لخطبتي الجمعة وأداء الصلاة، تفضل أمير المؤمنين بإهداء الجهات المكلفة بتدبير الشؤون الدينية بجمهورية السنغال 10,000 من نسخ المصحف الشريف في طبعته الصادرة عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف قصد توزيعها على مساجد الجمهورية. تأتي هذه المجموعة من المصاحف في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بأن تقوم هذه المؤسسة بتزويد مساجد بلدان غرب إفريقيا بما تحتاجه من مصاحف برواية ورش عن نافع، التي هي من الاختيارات المشتركة بين المغرب وهذه البلدان. ما فتى أمير المؤمنين يقوم بالمبادرات والمكرمات رعاية للشأن الديني لتتجاوز جهوده المباركة حدود الوطن.